ضعي العناصر الضرورية في السلة. ريحان، بصل، صحيح، مشروم، عظيم، جبنة، صحيح، زيت الزيتون، عظيم. أحسنت، لقد جمعت كل المكونات. الآن دعونا نجهز المكونات. نحن بحاجة لتسخين هذا. قم بتمزيق كل الأوراق. عظيم، المكونات جاهزة. لنعد بعض الصلصة للبيتزا. الآن قم بخلط الصلصة. يا للهول، الصلصة جاهزة. لنصنع بعض العجين. عظيم، العجين جاهز. الآن هيا لنمزج. مدهش، البيتزا جاهزة تقريبا. الآن هيا لنضع البيتزا في الفرن. البيتزا جاهزة. نحتاج أن نعرف أين يعيش صديقنا. يبدو أنه هناك. لنجد منزل صديقنا. يا للهول، وجدته. لنسرع إلى صديقنا. دواسة المعدن. قم بدفع الاشتراك وإطعام جميع أصدقائك. يا للهول، لقد وصلنا. هيا لنطعم أصدقائنا. قم بتقطيع البيتزا إلى شرائح. الآن اهت الجميع شريحة. عمل جيد، البيتزا كانت لذيذة. اضغط على الهدية لفتحها. يا للهول، لديك مكونات بيتزا جديدة.